مرحبا مرام، اول شيء بتحكينا عن مشاركتك الاولى اللي هي هالسنه في الفاشن فورورد دبي. دي اول مره اشترك في فاشن فورورد دبي، دي رابع كولكشن ليا، ويعني الاكسبيرينس كان كويس قوي لحد دلوقتي. كلمينا عن الكولكشن اللي نزلتي بها في الفاشن فورورد دبي، والعرض اللي كان قبل شويه جدا جميل. شكرا. الكولكشن جت من فكرة عاصفة في البحر، و يعني ميموريز من وانا صغيرة على البحر، وفيديوز شفتها وكذا. ف يعني الفكرة الأساسية هي العاصفة ودي ميموريز. بالنسبة للألوان اللي استعملتيها والخامات اللي استعملتيها القماش، كل البرنت اللي احنا عملناه ابتدينا نعمله ان احنا ابتدينا نلون الوان البحر، وحطينا على الكمبيوتر واشتغلنا عليه عشان كنت عايزه احاول انقل الفكره دي على السلك، يعني واخلي نفس الحركه بتاعه الميه. فكل الالوان كانت ازرقات وابيض، كان في شوية برونز وفضي، بس كنت عايزة أخلي كل ألوان البحر والعاصفة عشان يعني أخلي نفس الفكرة. أوكي، العرض في دبي، أنت عرضتي قبل كده في دبي؟ لا، دي أول مرة عرضت أنا. أوكي، شفت المختلف في دبي عن باقي المدن اللي عرضتي فيها؟ حر حر قوي. لا، بس دبي ليها مستقبل كويس في الفاشن، ويعني it's very supportive بالديزاينرز اللي لسه بيبتدوا وكده. وفي نفس الوقت أنا مصرية، فكل حاجة عملتها قبل كده كانت في باريس ونيويورك وميلان، فكنت عايزة أحاول أرجع ويعني establish نفسي في الميدل إيسترن ماركت. اوكي، بعد ما رجعتي بعد عوده يعني بعد غياب طويل، شايفه ازاي ذوق المراه العربيه دلوقتي؟ انا حاسه يعني ان في حريه اكتر شويه، بالطريقه يعني ممكن تبقي لسه conservative بس عندك options اكتر. يعني ودلوقتي كل ال يعني في حاجات كثيره بتحصل في سوشيال ميديا وفي كل ده، ففي سيلف اكسبريشن اكتر من زمان بكثير. يعني انت شايفه انه السوشيال ميديا خلت ذوق البنات والمراه عموما في العالم العربي يبقى احسن؟ مش قوي احسن. يعني لو عندك ذوق دي حاجه مش بتتغير لو في سوشيال ميديا ولا لا، بس هي ساعدت المراه العربيه انها تشوف حوالين العالم ايه اللي بيحصل في الموضه، وكمان ساعدت يعني في اكسبوجر اكتر في الفاشن وورلد، فطبعا ده يعني بيلعب لك ابارت في الحكايه دي. في فكره معينه عندك للكوليكشن الجايه؟ لا، لسه لسه ما فكرتش فيها، لازم اعمل اخد راحه ما بين عشان ريستارت كل حاجه. طب ايه الحاجه اللي بتميزك انت لوحدك مفيش حد غيرك بيقدر يعملها؟ سؤال صعب، بس او يعني هقول الانسبيريشن بتاعي، عشان دي بتبقى يعني نورمالي بتبقى حاجه very very personal ليا، اما تكون memories او يعني حاجه حصلت في حياتي انا، فدي حاجه صعبه ان حد يقلدها I think. وكل حد يعني مختلف في الحكايه دي، ف I would say that. طب ايه النصيحه اللي بتقدميها لكل البنات اللي بتتابع الموضه بهوس دلوقتي؟ يعني ما تبصوش في اي حاجه تانية، والبسوا اللي انتوا عايزينه، عشان دلوقتي في انفلونسرز كتيره وكل حد بيحاول يقلد كل حد، especially the younger generations. فأهم حاجة بالنسبة لي إنها تكون أنت، تكون حاجة أنت بتحبيها يعني.